جبت لك يلي بدك اياه. لازم ارجع حاول احكي معه، يلي قلته ما بيكفي. شبك مصدوم؟ شو القصة؟ لا ولا شي، يلا دوبنا نلحق، ما ضل معنا وقت كتير. شو باقين لها لسه؟ أنا هلأ رح أمسك الكرتونة بإيدي وأنت بدك ترش عليها من هذا البريق وزو عليها. انت بتعرف انه كل البنات بيحبوا هاي الشغلات؟ كل بنت بالدنيا بتحب تشوف انه يلي بيحبها مهتم فيها. هاي الحركات والمفاجآت بتخلينا ننبسط وبتفرحنا. ما بحس انه انت من هذا النوع. ليش؟ اول ما تعرفنا قلتيلي انك ما بتطيق المفاجآت، هيك بتذكر. هذا كان مجرد حكي، وبوقتها كان الظرف كله غير. يلا مساك الطرف يلي عندك رش. شو لسه لازم نزين؟ حاليا انتي اكتر شي مزين. لا عم بمزح، بس معبية حالك. انا بحب اعمل كل شي من قلبي لحتى بالنهاية يوصل للقلب. الشي الصادق بيوصل دغري. بهي الدنيا نحنا بحاجة لحدا يعطي لحياتنا معنى. ليش هيك عم تكب كتير؟ قلتلك من الأول أنا ما بعرف بهيك شغلات، وانت عم تلهيني بالحكي. ما عاد ركزت، ما تركتي براسي عقل. مانك شاطر إلا تهرب. الله يصبر المرة اللي بدها تبتلى فيك. بس قد ما كنت صعب أنا رح ضل وراك لحتى تتعلم وتعرف تتعامل صح.